البوذيين ملل وأجناس أديان أخرى لا يحضرني اسمها، ونرفض في هذه المستقلة إهانة الأديان أو المعتقدات، نرفض معاداة السامية، نرفض اتهام الناس على سبب ألوانهم أو أجناسهم أو أعراقهم. هذه كلها أخلاق ليست أخلاق الإسلام ولا أخلاق العرب ولا أخلاق الإعلاميين، وهذه هذا ميثاق زملائي في الأسرة الإعلامية كلها الحرة في العالم. ونحن بالعكس لعنا اتصالات، اليوم عملنا اتصالات بممثل الكنيسة القبطية في مصر حتى نستغل فرصة رمضان ونتحدث حتى في حوار إذا استطعنا، يعني إسلامي قبطي إسلامي نصراني، وبعض الحيات تخص النصرانية نفسها فقط كيف ينظر إليها أهلها وعلماؤها، وجرينا حوارات مع شخصيات يهودية من علماء دين يهود كيف ينظرون إلى دينهم وكيف ينظرون إلى تعاليم سيدنا موسى عليه السلام. فنحن نحترم أهل الأديان جميعا، ما يصدر عن ضيوفي ولا عن متحدثين هو رأيهم، وينبغي أن نتعلم ونستفيد من تقاليد الحرية التي وصلت إليها البشرية في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، وتكون لدينا السماحة وسعة الصدر حتى نتجاوز عن بعض الهنات أحيانا من أجل الإبقاء والحفاظ على قيمة الحرية والتعبير عن الرأي الحر. فهذه يا أخواني الشيعة منطلقات. قلت يعني هذا خاطبكم يعني أهل البيت هكذا بشكل مباشر، من أهل البيت وخاطبكم، وأقول لكم القصد سليم والغرض غرض علمي موضوعي نتحاور فيه بهدوء وبرصانة. وهذه يا أخواني أهل السنة، أحدثكم كمالكي من وتونسي من أبناء تونس وأبناء المغرب العربي الذين يحبون أهل البيت ويتدينون ويتعبدون بفقه مالك، ويرون كل ذلك إن شاء الله طرقا موصلة إلى مرضاة الله عز وجل. وأقول لكم هذا الحوار أيضا ليس قصده للإساءة لا للشيعة ولا للسنة، الحوار الموضوعي. وأسألك يا أبو منتصر بلوشي ضيفي ويا دكتور شمران العجلي، هل أنت ملتزمان بهذه الروح في ممر الحوار بين الشيعة والسنة؟ هل أنت ملتزم؟ ولا شك أنا ملتزم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن أنا أعتقد هذا المذهب الموجود الآن لا يمت بالصلة إلى آل البيت إطلاقا، وهذا الذي أريد أثبته. طيب نعطيك الفرصة بالنقاش الحوار باحترام أبداً الناس ومناقشة الأفكار وتجنب، كما حدث بالأمس مع الشيخ الدكتور شمران، وأنا أشكره لأنه جاء للمرة الثانية وهو الوحيد إلى الآن الذي جاء للمرة الثانية، وأشكره في ذلك، وانتهى البحث إلى النهاية بأدب واحترام كما رأيتم وبهدوء. ولماذا؟ طيب لا تجادلوا، القرآن يأمرنا بأهل الكتاب لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أهل الكتاب، فكيف بالمسلمين، كيف بالفئات الإسلامية، كيف بالمذاهب الإسلامية. طيب دكتور شمران، هل أنت ملتزم قدام المشاهدين بهذه الأخلاقيات في الحوار وسلامة القسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المرضيين. أنا قلت في الليلة الماضية أن أنا ملتزم بالبحث العلمي الموضوعي وبالجدل والحوار العلمي. كيف وإذا كان أخي الشيخ أبو منتصر الدكتور منتصر البلوشي إنسان داعية للإسلام، داعية لصفاء الإسلام، كيف لا ألتزم معه بالحوار العلمي الموضوعي وأجادله بالتي هي أحسن؟ أحسنت. وطبعا أنا أشكركم على هذا الالتزام، وإن شاء الله في الجزء الأول من البرنامج على الأقل عندي ضيف ثالث عاوز أرحب به، اللي هو الأخ الأستاذ التجاني السماوي. التجاني هو تونسي المولد والموطن والنشأة، والدكتور التجاني سني تشيع وألف كتاب ثم اهتديت أشهر كتبه. والبارحة بعض الإخوة الشيعة كتبوا لي بالإنترنت بعد البرنامج بعد حلقة البرنامج، قالوا لي لابد إن كنت يعني تريد أن نطمئن أكثر أن تعطي فرصة للتجاني السماوي دكتور التجاني أن يشارك في الحوار، وتطوعوا لي برقم تليفونه في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الآن معي على الخط. دكتور التجاني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا ولد بلادي؟ الحمد لله والشكر لله.
صح شربتك ولا لسه ما فطرتش؟ لا مازال وقت عندنا احنا، مازلنا في الساعة 2:30 أو 10 3:10 في أمريكا. نعم مرحبا بكم. سمعت الالتزام الجماعة هنا بأدب الحوار لأن الموضوع طيب ساخن ومثير. هل أنت معنا في الوقت الذي ستشارك فيه؟ أريدك أن تتعهد المشاركين بأنك أيضا سوف تجادل عن رأيك وحجتك، ولكن طيب مع احترام القواعد الحوار. اسمح لي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الذين ثبتوا من بعده ولم يغيروا ولم يبدلوا وكانوا لله من الشاكرين. قبل كل شيء أشكركم كثير الشكر، جزيل الشكر على هذه المقدمة التي تفضلت بها، وهي مقدمة دلت على شيء ما تدل على الأخلاق الفاضلة العالية التي يجب على كل مسلم أن يلتزم بها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم هذا الحوار هو في الواقع لابد أن يكون، وخصوصا في هذا الشهر العظيم الذي جعله الله رحمة للعالمين، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وبارك الله فيكم، إذا سمحتوا لي وعطيتوني هذه الفرصة لأعبر عن رأيي. قبل كل شيء أتمنى لكل المسلمين رمضانا مباركا، لكل المسلمين قاطبة في كل أنحاء العالم وفي تونس بالخصوص وفي قفصة بالأخص. أشكركم جزيل الشكر لأني أنا كما تفضلت أنت في تقديمي لست شيعيا بالوراثة والتقليد، وإنما كنت سنيا مالكيا وتحولت إلى التشيع بالبحث والتنقيب. يعني دخلت لهذا المذهب أو لهذا الطريق، ما هو ليس بمذهب قطعا ولكن على غرار ما يسموه الناس مذهب الشيعة، أنا دخلت لهذا الطريق عن دراية وعلم وبحث وتحقيق. ولذلك أريد مشاركتكم بما تيسر لو سمحتوا لي، وأشكر الإخوة الضيوف الذين وسعت صدورهم الرحبة هذا النقاش، ولكل المستمعين في أنحاء العالم أشكرهم جميعا وأترقب سؤالكم لي. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك أخي تجاني دكتور تجاني، بارك الله فيك. إذا أنتم الليلة يعني المعادلة إذا ضيفاني من طريق أهل البيت، والبلوشي الذي يشتكي دائما من أنني لا أعطيه الوقت، وحتى يعني أتحاول أخفف من وطأة الإيميلات اللي حتيجي بعد شوية وتنتقدني على موضوع الوقت يا بلوشي. فننظم الليلة النقاش بالوقت بالوقت، كل واحد له يعني مثلا نبدأ عشان نخلي الناس يتابعونا بشوية حيوية. خلينا نجرب نبدأ بثلاث دقائق، نجرب قليل. خمس دقائق أوكي. خمس دقائق أسألك فيها السؤال الآتي لك أنت وللضيوف الثلاث. نحن الليلة حطينا العنوان الإمامة أم الخلافة. موضوع جوهري في الحديث تبعنا خلال الحلقات الأولى هو نريد أن إذا استطعنا أن يطمئن قلب المشاهد إلى الدليل والحجة في أحد الخيارين. سمعت من الشيخ ومن الشيخين اللذين أتيا قبله أدلتهم في أمر النص على ولاية الإمام علي والوصية له وعلى عصمته كإمام، باعتبار ذلك أمرا دينيا كلف الرسول بأن يبلغ المؤمنين به. وتحدثنا البارحة لماذا لم يلتزم أهل السقيفة في حوارهم، لم يشيروا إلى هذا النص قط فيما نقل إلينا من روايات عنهم. فهل لك الآن أن تبدأ بمداخلة من خمس دقائق لا تزيد فيها خلاصة رأيك حول